بقى. عشان طبعا كان حضرتك 19 يعني بتكلم على 6 ادوار تحت الميه، 6 ادوار عماره، 6 ادوار تحت 18 متر، 6 ادوار، 6 ادوار تحت الميه، فانت فيها خطوره طبعا. لكن برضه زي ما بيقول لحضرتك احنا بنعمل الحسابات بتاعتنا ونفذنا الموضوع ده بنجاح الحمد لله. فقناه السويس لا اتاحت لنا حاجات كتير جدا، وكانت رؤيه الحقيقه للقائد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لا نعملها في سنه مش في سنة. من اول سنه من بدايه الانفتاح في 6/8/2015 كان في سفن بتعبر قناه السويس الجديده والدخل بيخش، وعشان كده احنا سددنا الفلوس اللي علينا. يعني تكلف قناه السويس الجديده حوالي 20 مليار جنيه في خلال شهر ونص كانت القناه جايباها. اه طبعا، فحتى فين المشروع اللي عائد بتاع ده منجم ده؟ فانت لازم تحافظ عليه بقى عشان حضرتك قلت ايه منجم ده. اه ما كناش احنا بقى واعيين وبناخد المخاطره المحسوبه وبندرس كويس، كان زمان دلوقتي بنقول احنا خسرنا بقى 50% واستفنا، يعني قناه بنا خسرنا 40% في جائحه كورونا. صحيح. فاحنا الحمد لله يعني نعتبر ان احنا ما خسرناش حاجه دايما، يعني احنا بالمقارنه بالقنوات الشبيهه في العالم خسيرهم اعلى؟ طبعا كتير. قناه كيل خسرانه 32%، قناه بنما خسرانه كام؟ 40%. والقناه الثانيه كيل، قناه كيل الانجليزيه خسرانه 32%. اه انت ما خسرتش يعني. امال ما حدش بيلطم ليه؟ امال لما بيحصل ها اللطم شغال ليه؟ احنا الارقام بتاع هي اللي بتتكلم، يعني انت برضه لما تيجي تقول انت بتقول ده انا عجبني ان انت قلت ارقامك بالدولار. ليه؟ لو انت قلت بالجنيه يقول لك ما انت عومت الجنيه. يا سيدي احنا بنقول بالدولار اهو. لا احنا بنقول بالدولار. احنا بنقول بالدولار. الحمد لله يعني احنا دايما احنا في الرينج، يعني هو 5 مليار و7 من 10، 5 مليار و6 من 10 هو ده الرينج بتاعنا. لكن انت لو جبت من في الخمس سنين اللي قبليهم، لا انت اعلى السنه دي من الخمس سنين اللي قبل قناه السويس الجديده، بالرغم من مش جائحه كورونا، انت جائحه كورونا وهبوط اسعار النفط. ده تاثر بشده. طبعا طبعا. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا في 2006 لما حصلت الازمه بتاعه الدولار الامريكي والفيزا والبنوك والحاجات دي، احنا قناه السويس خسرت 4 مليار دولار تاني يا فندم. يعني ازمه الديون اللي حصلت، ازمه البنوك اللي كانت حصلت والفيز في امريكا. ايوه 2006. ايوه خسرنا فيها او 2008 تقريبا. 2008 خسر القناه السويس 4 مليار دولار السنه دي. في 2016 في ازمه انخفاض سعر الوقود خسرنا 5 مليار دولار. احنا الحمد لله خدنا بالنا ان لا هيحصل، ممكن يحصل حاجه زي كده. فبقى عندنا ازمتين، والاجراءات اللي احنا خدناها قدرنا الحمد لله ان احنا ما نخسرش. يعني الكلام اللي خسرناه مش هنقول خسرناه، يعني نقول ان احنا نقص في عن السنه اللي قبلها. بتتكلم عن 100 مليون دولار مش كده؟ يعني كلام هامش؟ كلام هامش جدا. مش بالمليارات؟ لا مش بالمليارات. الحمد لله فضلنا احنا برضو من ال